شهدت مدينة المعارض افتتاح 3 معارض مختلفة، وهي معرض الصناعة السورية سينكس، ومعرض الطاقة والكهرباء سيريا إنرجي، والمعرض السوري الدولي للبناء تكنو بيلت، وذلك بدعم من وزارات الأشغال العامة والإسكان والكهرباء والصناعة. كان هاي المعارض عم تتطور من سنة إلى سنة، والسنة كان في تطور كبير، وخاصة ما يلفت نظرنا ويهمنا هو الإنتاج المحلي. كثير من العروض اللي شفناها أو من الأقسام اللي زرناها هو للإنتاج المحلي، ولاحظنا أن هناك تطور كبير. بعد اجتماع جامعة الدول العربية بيكون انفتاح كامل، وبكون بتساهم الشركات أو الدول العربية بإعادة الإعمار وبالاستثمار في سوريا. نحن بالتأكيد في عنا كمان معرض رح ندعي عليه، أو مؤتمر رح ندعي عليه، مؤتمر الاستثمار بالطاقات المتجددة إن شاء الله بداية الشهر التاسع. لفت انتباهي شيء كتير جيد، هو استخدام ما يسمى بإنترنت الأشياء. إنترنت الأشياء هو عمليا تقدر تعمل إدارة متكاملة للآلة الموجودة أمامك، وأنت موجود في بيتك أو أنت موجود خارج المعمل إلى ما هنالك من هذه الأمور. صراحة شيء جميل، شيء مميز لمسناه اليوم في هذا المعرض. هذا ويقدم المعرض طيفا واسعا من التقنيات وخطوط الإنتاج الحديثة وتجهيزات الطاقات المتجددة التي يمكن أن تشغل آلات وتخفف الاعتماد على الطاقات التقليدية، ما يتيح للصناعيين توفير خيارات أوسع لتطوير قدرات منشآتهم أو إقامة منشآت جديدة. نحن مستوردين لأقسام الطاقة من ألواح وبطاريات انفيرترات. طبعاً نحن عندنا نوع البطاريات هي الاس اوف سينيك من شركة إكسايد. فيها هاي البطاريات عمر افتراضي تقريباً 7 سنوات، وعندنا كفالة 24 شهر. حالياً نحن عم نحاول قدر الإمكان بهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها البلد أن نقدم الخدمة للمواطن اللي رديفة، هي ما فينا نقول انه توازي الكهرباء، ولكن انه صارت بشكل يعني رديف للتيار الكهربائي. يعني الاسواق السورية بشكل عام هي اسواق جيدة كتير، ويعني فيها اهتمام على مستوى كل الشركات العالمية تقريبا مهتمة بالاسواق السورية والاسواق اللبنانية، والشغل بسوريا جيد. تطبيقا لشعار قائد الوطن قمنا بانتاج اول محرك مصعد انتاج سوري بأيادة خبيرة، تم العمل عليه بشكل فني ينافس المواصفات الأوروبية، وإن شاء الله رح يكون طرحه بالأسواق بالفترة المقدمة، هو تحت الاختبار. هلأ له جزء العقوبات طبعا خارجية، بس الجزء الأكبر أنه بعدهم أخذين فكرة أنه سوريا بلد ما مستقرة، وسوريا بلد أوضاع الأمنية صعبة، بيخافوا ينزلوا لهون. هذا السبب الرئيسي. كان سابقا بس نتفق مع حدا بينزل هون بيوقع عقد، بشوف الآلات، بشوف كذا، بيطمن ليدفع مصاري بالنهاية. هلا بدنا نعرض المنتج، نحن صناعة وطنية بامتياز اتحاد أوروبي، بالإضافة اللي هلا عنا صار رول سعودي، بالإضافة لبولسترين سعودي. وتوفر حالة الدمج بين المعارض معدات وتقنيات خدمية محلية وعالمية في مجالات البناء والإنشاء والخدمات العقارية والهندسية وأحدث تقنيات الكهرباء والطاقات البديلة وجميع المستلزمات الصناعية، واستقطاب وتشجيع كل الجهات والشركات وتحفيزهم على توظيف رؤوس أموالهم واستثماراتهم.